بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. أنا جيت الصبح فتحت الفيسبوك بتاعي وبقلب فيه عادي زي كل يوم، فكالعادة طبعا في ناس كده مخوخهم ضربة بتظهر لنا من حين لآخر، تمام. فكنت بقلب زي كده، المهم عشان ما أطولش عليكم، كان في فيديو ناشر الدكتور عيسى، تمام. حلو. هو مش نشره، هو كان مشاركه. خلينا نبحث عن دكتور عيسى. فكان في فيديو بالشكل ده نشرينه، تمام. يوسف أحمد محمد السايح. طيب يوسف، أنت تدعي أنك كليم الله، أنك أنا لا أنت. أدعي، إنها حقيقة. طب اثبت لنا الحقيقة ازاي؟ احكي لنا، يعني احكي أنا للمشاهدين. وزوجتي كنا لسه متجوزين في 2015، من 3 سنين. هنا بيجيب صورة على أساس أنه هو تصور مع نبينا محمد عليه ليه الصلاة الصورة مش والسلام، كبيرة؟ جايبها من فين؟ تمام. من ال قال لي خد الصورة دي وادي الرسول، وانا شفت الرسول وكلمني اساسا، وادي الصورة يا اخوانا، وادي يد الشمال. طب فين الصورة دي؟ ممكن نشوفها؟ ممكن تشوف، هات التليفون، هات يا عبد الله. ليه الصورة مش كبيرة؟ جايبها من فين؟ من ال دي بقى صورة. وأكد من اليد الشمال نبي الله تمام محمد الصورة عليه الحلوة. الصلاة والسلام، وتحدى على مستوى الكون. الصورة دي على أساس أنه هو نشرها أن هي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب تعال نشوف أصل الصورة دي جت من فين. احنا هنصورها. تمام، هنحفظها وبعدين هنبحث عنها. هي الصورة اهي. هذه الصورة، هذه الصورة، المزيد من الصور. اوكي، هذه الصورة اللي هو كان نشرها على اهي، صح، بالبتاع الخضرة اهي. نضغط على الصورة هتلاقيها فين؟ هنا. هذه صورة 2 3، عرض المزيد. اوكي، نضغط على الصورة نشوف اصلها فين. ادي الصورة، تمام. تعال نجيب صور تاني، المزيد من الصور اهي. عندك تمام، عندك تاني يوتيوب، اهو تمام. تعال نشوف غيره اللي اخدناها.
حساب تويتر. تمام، فين الصورة؟ اهي اللي منزلها. فيعني بلاش الكذب ده على الصبح، وبلاش كده كل شوية واحد يطلع يقول انا المهد المنتظر، وواحد يطلع يقول انا كليم الله، وواحد الناس دي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. عموما ما صدعكمش دي بكلام صورة أنت التعبان ده. متصورها ولا ربنا قال لك تعالى؟ احكي لنا. أنا متصورها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وبيده ها ها، وها نفس الجلابية ده ها. هو كله تصورها مع يجي رسول يثبت. الله عليه الصلاة أنا والسلام. مالي أنا ها، أنا بتكلم هو أهو. بس كده بس بحث بكرة جوجل وجاب لو صورة حصلت كده حاجات حلوة تانية ويقول ليه ما دول الإعلام ما فيه. جالش، هو ده رسول الله. أو ماليش دعوة. هو طب إيه محدش اللي شاف هيحصل رسول بكرة؟ الله، يبقى هو ده رسول الله اللي عليه بكرة الصلاة والسلام. وبعده ده علم الغيب ربنا بيدهولي. فالمهم انا مصدعكمش اكتر من كده، معلش يعني. يا ريت اللي يشوف الفيديوهات دي او الاشياء اللي زي كده يعمل عليها بلاغات وما يشيرهاش، مش عايزين. لاني انا بحثت عن الصورة وجبتها، غيري ممكن حاجة تلعب كده في دماغه، يعني بلاش كده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.